أبوفلا قرر إنه يجيب أبوفلا يا أم العيد كان كثير فنش إيحاءات وأفكار سلبية أبوفلا شو بتسوي؟ كمدي كان بحط فلوس في وجه النسوان طلق يلا يعينك قاعد مش شايف بنت طلع أبوفلا هذا يحسن أبوفلا ما قاعد بذل حاله وهو أكبر يوتيوبر على المنصة ممكن شوي نعب من الشهرة هما كان بس غباء كانت مرة زعلان هو صديقي الملحد ببطننا اللي مو فاهم شيء نزلت مقطع في سنة 2022 شهر 7 تاريخ 10 ساعة 9 بالليل جبت فيه العيد في مقطع قلت اني راح ابحث عن زوجتي المستقبلية الصالحة في او ام تي في من يبحث عن زوجة صالحة في او ام تي في اي واحد قاعد يسمع الكلام اللي قلته قبل شوي اكيد راح يقول ان فكرة المقطع عبارة عن استهبال وطقطقة في برنامج او ام تي في نعم في الدقيقة 0:35 ثانية او 23 ثانية قلت فيها للأسف يا جماعة احنا في زمن اول نظرة هي اهم نظرة المظاهر هذه الحكمة اللي كنت بوصلها بالمقطع نعم في اقل من يومين او ثلاث ايام يا جماعة يوتيوبرز كثار نزلوا عني بوم بوم با 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 وايضا كمية تعليقات كثيرة يمكن تعليقات المقطع 70% الى فوقها تقريبا كلهم كانوا يهجمون على المقطع قبل لا نقرا التعليقات او ندخل بالتعليقات او المقاطع اليوتيوبرز اللي تكلموا عني بكل بساطة يا جماعة اقول شغلة جدا مهمة انا اسف يا عزيزي المشاهد لاني انا اخطيت بهذا المقطع اي والله انا عندي مبدأ وقاعدة مهمة بمحتواي اللي قاعد اصنعه اينما كان في اي منصة كان ان اهم شغلة اني ما اتعدى خط الاحمر للدين وايضا المجتمع اللي انا عايش فيه هذا الشيء للاسف اخر مقطع نزلته كان ضد هالشيء هذا نعم تعديت مبادئي اخلاقي المجتمع اللي انا عايش فيه وايضا الدين هذا غلط ويجب علي اني اعتذر امام الكاميرا امام كل واحد شاف المقطع هذا اول شيء ثاني شيء انا اعتذر لكل عائله لكل بيت انا شغل مقاطعي امام العائله كلها وشاف المقطع هذا اللي كان غير مناسب لاهله او عائلته وطحت من عينه انا اسف واعتذر ولا على الاسف ما يفيد يمكن كثير من الناس طحت من عينهم وخلاص وصل الغوا الاشتراك وما الله يشوفون مقاطع مات ما يشوفون الاعتبار بالله عليك شكل الطريق 50 مليون مطول يا جماعة والله شكله مطول أكثر شيء عجبني بالمقطع والله كان في شيء قوي جدا عجبني اللي هي كانت التعليقات يا عزيزي وعزيزي المشاهدة شكرا لكم أغلب التعليقات ما كانت فقط هجومية ودخلوا في نيتي لا والله كانت نصايح وأنكم توروني الطريقة الصحيحة وقاعد تقولوا لي هذا الشيء اللي قاعد تسويه غلط يا حسن كانت نصايح ما دخلت لا في نيتي بالعكس كنتوا تنصحوني كمحبة أنتوا عائلتي الثانية هذه هي الدنيا يا عزيزي المشاهد أنا أخطيت أنت بتخطي كلنا بنخطئ منو اللي راح يحتوينا لما نخطئ هذا هو السؤال المهم للأسف احنا وصلنا لمرحلة أن سهل جدا أنك تجلد الواحد خلاص بس تجلد الواحد تدخل في نيته دال تنصح وتعلمه في تعليق ثبتته للمقطع لسري لورد قبل 5 أيام يقول كمية النقد البناء وعدم التهجم والحب التعليقات ونية النصح لأبو فلا صراحة ترفع له القبعة أول مرة أشوف ناس تتكلم بإيجابية وحب والنصح كما أمرنا دين الإسلام شكرا لكم والله هذه هي العائلة الثانية يا جماعة أنا إنسان أخطأ مثل ما تخطئ أنت يا عزيز المشاهد بالمناسبة أيضا شيء ثاني أنتوا عائلتي الثانية أنا لما أقول أنتوا عائلتي الثانية يا جماعة أنا ما قاعد أمزح والله أنتوا عائلتي الثانية في نسبة كبيرة من اللي قاعد أتابعه أنتوا عائلتي الثانية أنا أخطأ وأتعلم أتعلم منكم تتعلمون مني طبعا يعني أكيد بتعلمون 26 لا يهجمون عليك بالمقطع هذا اسكت لا تجيب طاري 26 مليون مشترك اوكي انت اكثر ناس قاعد اشوفه بحياتي انا صدق ما قاعد اشوفك بس العدسه هذه اللي دائما اطالعها انا اللي فوق ال3 سنين قاعد اطالعها انتوا عائلتي الثانيه والعائله يا جماعه تسند بعضها وتساعد بعضها اذا انا اخطيت وانا انسان اخطي يا جماعه انا مو ملاك عزيزي المشاهد انا مو ملاك تشوف كلمه ملاك حط تحتها ممدد حط تحتها 600 مليون خط اوكي هنا كلمه ملاك راح نرجع لها بنهايه المقطع عشان كذا عزيزي المشاهد كمل معي لنهايه المقطع كلمه ملاك هذه انا لازم ارجع لها بس تدري شنو الفرق انا خطاي غير عن خطاك يا عزيزي المشاهد اي نعم انت خطاك يا عزيزي المشاهد اذا اخطيت باي شيء في الحياه يمكن اللي راح يعرف هو امك او ابوك او اخوك او اختك او صديقك او صديق ما ادري 2 3 4 راح يعرفون الشيء هذا وراح يتعاملون